وفي ايه؟ نيلة هنا؟ نيلة راحت فين؟ نيلة سافرت. ايه؟ راحت اسكندرية عشان تاخد المركب اللي رايحة فرنسا. ازاي تسافر من غير ما تقولي؟ حاولت تخفف لحظة الوداع، ده كلامها هي اللي بتقول. مستحيل، أنا خلاص خدت موافقة بالجواز. ربنا مش رايد، ربنا مش رايد إن أنتوا تتجوزوا علي. على فين يا علي؟ أكيد رايح وراها اسكندرية. خير يا حضرة الظابط؟ فين ابنك يا خليل؟ ابن حسن؟ ايوه حسن يا خليل. مناش عرفني، ما تدوروا عليه، ما انتوا عارفين كل حاجة. طب تعالى ندور سوا بقى يا خليل. ندور سوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. خلي بالك من الدكان يا. كده يا فاطمة يا بنتي ليه؟ انت لسه هتسأل؟ روح شوفها راحت فين داهية قبل ما تفضحنا. اشوفها فين يا ام علي؟ ابوه في السجن وولاد هربان. ليه كده يا فاطمة؟ ليه كده يا فاطمة؟ ليه كده؟ نفضل نربي في ولادنا ونقول احنا عارفينهم. عارفينهم وعارفين اخلاقهم. وهم ولا رحمة ولا شفقة. وفي الاخر يطلعوا قاسين علينا اكتر حتى من الغرب. ليه كده يا ربي؟ هو علي، هو علي اللي هيجيبها، هو علي اللي هيربيها. علي؟ هو فين علي يا ست ام علي؟ علي حبيبي علي، وانت بتقرا جوابي ده هكون في طريقي لفرنسا. جايز تبقى البلد اجمل والناس اشيك واغنى، بس لا ريحه الورده هتبقى هي، ولا المشاعر هتبقى نفس المشاعر. يا علي انا بحب فيك مصر، وبحب مصر فيك. النيل ريقك، والشجن نظرة عينيك، والشهامة والرجولة لمسة من لمسات ايديك. جايز ابقى في مكان بعيد عنك، بس طول الوقت هبقى جنبك. هخلق بيني وبينك لغة محدش يعرفها غيرنا، ولا يحسها إلا إحنا. اسمها لغة الحب.
في ناس بتعيش 100 سنة وكأنها ما عاشتش ولا سنة، وأنا وإنت عشنا لحظات من حبنا بمليون سنة. واحلف بالدم اللي بيجري منك في عروقي، واحلف بالحب اللي أنا عمري ما حبيته لحد، اللي هتفضل عقلي وجنوني وشوقي، وهيفضل حبك زايد عن حد لحد. يا علي يا حبيبي، يا كل شيء وأحلى شيء. إذا كنا افترقنا عشان الدين أو أي ظروف، إذا كان مش مكتوب لي أشوفك تاني في الدنيا دي، لكن في الدنيا التانية الخلدة مش الفانية، هنكمل حب عند إله سبحانه أرحم من كل الناس وأجمل من كل الناس. هفضل أحبك لحد ما أموت. ليلى، thank you.